أذوات الأكارم، الحضور الأفاضل جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا اللقاء يشكل مناسبة حية للتداول في شؤون وطننا وأمتنا في ظرف نحن بأمس الحاجة فيه إلى رأي أهل الحل والعقد ونخبة الشعب وقياداته وعلمائه ومفكريه، ويكتسب هذا اللقاء أهميته من شخص الداعي ومكان الدعوة وعنوان التجمع. أيها الأخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفاضلات، لقد أصبح التعايش السلمي والحوار البيني مطلباً منطقياً وطبيعياً للانسجام ضمن المنظومة العالمية، فضلاً عن منظومة الوطن والمدينة والقبيلة والجماعة والحي. فالعالم على وجه العموم والعالم الإسلامي على وجه الخصوص يشهدان تزايداً ملحوظاً في مساعي التقريب بين الأفكار والتوجهات والمذاهب والحضارات، وصار من اللازم تغليب لغة الحوار والتفاهم وقبول الآخر بين مختلف الديانات والثقافات، فهي السبيل الحضاري والوحيد لفهم الآخرين وإيجاد قاعدة واسعة مبنية على أسس من التسامح يستطيعون من خلالها أن يتعارفوا ويتفاهموا وتنبذ فيها لغة التصادم والعنف وإلغاء الآخر. الحاضرون الكرام، لقد كشفت الظروف والأزمات التي مرت بالعراق عن عمق وأصالة ووحدة الجسد العراقي بقدر ما كشفت عن عزم شعبي أصيل تواق للحرية والعدالة والكرامة، ورفض لكل أشكال الإرهاب والظلم والتبعية والتدخل الخارجي في شؤونه، راغباً في تكريس حقه في أن يختار من يقوده من خلال التداول السلمي للسلطة عبر الاستعداد الحثيث للانتخابات القادمة، حيث يسعى إلى تأكيد حقوقه في ثرواته الوطنية التي جرى نهب الكثير منها في ظل سطوة يد الفساد. إخواني وأخواتي، إن شعبنا العراقي قادر على التمييز الواعي بين رفضه وتصديه للفساد وسعيه نحو الحرية والعدالة من ناحية، وبين كل محاولات مقايضته لهذه الأهداف والمطالب المشروعة بقبول تضليل الشعب بالشعارات الجوفاء التي لا تسمن جائعاً ولا تغني فقيراً ولا تنهر فاسداً ولا ترجع ظالماً. المؤتمرون الأكارم، لقد آن الأوان للبدء في حوار صريح مع دول الجوار الإقليمي والدول العربية على قاعدة المصالح المشتركة والروابط التاريخية والحضارية دون تفريط في أي حق وطني لحل كل الخلافات والأشكال القائمة ولتعزيز العلاقات العربية منها، والتي تجنب العراق من تداعيات المحاور والخنادق والخلافات الدامية التي لا تعود إلى المنطقة إلا بمزيد من الصراعات، من خلال عودة الجميع إلى طاولة الحوار من أجل إنهاء النزاعات المسلحة في المنطقة وإيقاف أنهار الدماء التي تدفعها الشعوب بلا طائل أو مبرر، حيث أن تصاعد عمليات العنف وتعميم المجازر الجماعية وتصميم أطراف متعددة على الحل الأمني والعنف على حساب كل المبادرات سيقود المنطقة إلى ما لا تحمد عقباها. السيدات والسادة، إن تزامن انعقاد هذا المؤتمر عن شخصية السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع اليوم العالمي للمرأة يمنحنا الفرصة لتأكيد عناية الإسلام منهجاً وفكراً بالمرأة وتربيته
لصناعة مشاريع الحياة ومنطلق الإبداع والعطاء والتضحية والإخلاص، ويؤكد امتداد هذه الرسالة العظيمة عبر أجيال من تلاميذ هذه المدرسة العظيمة في النبل والعلم، حتى تجسدت تلك السجايا في تضحيات المرأة العراقية التي قدمت الغالي والنفيس في معركة الحق والعدل، وصبرت بعزم على مشقة المرحلة من حزن فقد الأب والابن والزوج والأخ، ومن أذى التهجير والنزوح والحروب والصراعات. وكل هذا الصبر وهذه الإرادة لم تكن عن فراغ، وإنما كانت صنيعة الإرث الإيماني الذي أسس وأرسى فكره ومنهجه بيت النبوة الطاهر. كل الشكر والتقدير لسماحة السيد مقتدى الصدر على هذه الدعوة الكريمة، وإلى الفريق التنظيمي الذي قام على هذا اللقاء، ولكل من حضر، والرحمة والغفران لشهداء العراق الأبطال، والعافية والشفاء للجرحى، والعز والمجد للعراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.